حرف الذهب في الصلح جات أخبايا شيخ وفي وقت الوعز بياني ما غير ابو حم تفيد شوية شاره ترى الاول ما هو بثياني وقت الشدايد ما يسوق عذياره لا قالب ادور على صارت وش بياره طول شبره في القشر لا حياني حصرية على قناة حمد البويصل حرف الذهب في الصلح جات أخباره شيخ وفي وقت اللوازم باني ما غير بحم تفيد أشواره شاره ترى الأول ما هو بالثاني وقت الشدة وشبره يطول شبره في قشر لحاني مطنوخ راس وطيبة اسراره شيخ وراث ثقه من الجداني لما العوامر كلهم في داره قالت بعاني صبر عشاني جمع العوامر لا تزال في الغاره يذلم جمع الخصم في الميداني يذلم شيخ شايع تذكاره لانه كفى ومطنوخ وبلهاني عز ابن عمه والخوي معجره والضيف له تقدير لا جعاني جده مع الركبان جات اشعاره تورودته تشعر بكل لساني من راس خيمتنا حدود دياره لقصى جنوب صارت وشبره يطول شبره في قشر لحاني مطنوخ راس وطيبة اسراره شيخ وراث ثقه من الجداني لما العوامر كلهم في داره قالت بعاني صبر عشاني جمع العوامر لا تزال في الغاره يذلم جمع الخصم في الميداني يذلم شيخ شايع تذكاره لانه كفى ومطنوخ وبلهاني عز ابن عمه والخوي معجاره والضيف له تقدير لا جعاني جده مع الركبان جات اشعاره تورودته تشعر بكل لساني من راس خيمتنا حدود دياره لقصى جنوب